لك شو مبين بعلمي لاقيني بالبيت؟ لك ما دق لي جدي قال لي نزال ريش العربية لأنه نيقة، إذا ما بريش له إياها كل يوم بيموت. والله جديدي بعدها بس. شو هيدي فورس فاكن؟ سوري؟ عفوا؟ ماركتها فورس فاكن؟ شو اسمها؟ أول شيء اسمها فولكس فاجن. إيه مش هي؟ مش فورس فاكن. بعدين هاي بوجو. إيه طيب ماشي الحال هلا. شو هالقد يعني؟ ماشي. إيه ليك؟ تابعت امبارح شو صار ب يونايتد سبيس؟ يونايتد وين؟ يونايتد سبيس. والله منك بالكوكب كله أنت اليوم. يونايتد سبيس؟ بأمريكا. يونايتد ستيتس. اللي هي؟ شو؟ يا لطيف، من بعده ما حدا يعمل إيركشن عادي. ياب. من بعد الأمريكان ما حدا يعمل إيركشن. شو الإيركشن؟ كل واحد. شو الإيركشن؟ انتخابات شو اسمها؟ إيركشن بالقل. مش هديك شو معناتها؟ والله؟ إيه. يا لطيف. مزبوط. كبيرة. إيه مزبوط ما بتنقال مزبوط. عدول. أنا أنت اللي تبعتهم؟ أنا اللي تبعتهم. أنت مع مين كنت؟ مع الريبابليكان ولا مع الديمقراطيان؟ ديمقراطيان؟ الحقيقة بدي، لمين هيك كنت ميال؟ للديمقراطيان؟ ديمقراطيان ولا هذيك الثانية؟ مش فرقانة معي أنا، جاينة منه. وحياة عادل وعباس ما إلك يا مين تحلفني؟ ليه؟ أنا عارف إنه كرامب بده يربح. كرامب؟ حق محسومة. ترامب عباس؟ ترامب. مظبوط. ايه لانه بس على شو حسمها انت بأي اساس؟ لانه هي ما لها حظ هيدي كرينتون. ما لها حظ. مين كرينتون؟ شو مين كرينتون؟ منك عايش بهالبلد؟ المنافسه مين هي اللي عم تنافسها؟ كلينتون. ايه هي مرته لنبيل كرينتون. نبيل؟ ايه ما عامل لها عمايل هو. مين نبيل؟ ما هي كيف لقطت اسهمها؟ لحظة. اول شيء ما اسمه نبيل، اسمه ويليام بيل يعني. بعدين بيل كلينتون بالقل مش بالار. عيب عادي. شو هالحكي؟ شو عيب؟ ما فيك انت بتحور وبتدور وبترجع على هالكلام هيدا؟ اي كلام؟ هيدي اللي عم تقولها شو بالقر؟ بالقر. لك عيب بقى ما بتنقال. عم بقول لك مش بالقر بالقل. بحرف مش بحرف حرف القل. اللي هي الله ماشي الحال. الله مرق لي اياها. مهم بعدين تعال شو ليش اسهمها يعني؟ شو خص اسهمها المره؟ لك اسهمها من يوم ما عمل فيها القصه هيدي جوزها نبيل؟ لك ايه هيدا شو اسمه؟ نبيل ما هلا صلحت لي اياه قلت لي بيل. بيل. المهم شو عامل فيها؟ شو عامل فيها؟ قصته من ورا هيدي علاقته بمونا توينسكي شو اسمها؟ مونا توينسكي؟ ايه مونا توينسكي ما كل العالم عارفتها. اسمها مونيكا لوينسكي. عم بدي سنين لاقولها هي عادي. ايه شو؟ ما بتزبط معي. بلو هي القصة؟ هي العلاقة ما هيدي عادي انت الامريكان ما بتعرفها. الا شغلي مثل هاي لها علاقه هادي بالشخصيه بتقشط على طول. طب هلا انه شو جايني من الخبريه كل عباس انا هلا. المهم شو في لانش ما لانش مش انا وياك اليوم؟ ما البحر عالي ما بينظهر. بحر عالي لانش غدا ما قلت لي بتجي لانش اللي هو لا ما في غدا اليوم. ما في غدا شو اخذ وجه؟ والله ماكسيموم قهوه. ماكسيموم قهوه. طيب اوكي مع شويه بيبي فود عندك؟ ما تقول لي ما عندك بيبي فود. شوية بيبي فود. شو البيبي فود؟ بيبي فود لا البيبي فود هذا البسكوت البني بيجي ملون بني على أشعر. بوتي فور. شو ها؟ بوتي فور. ايه اوكي. وبعدين هيك حمر ايديك من فوق. ما خبرتك؟ ما خبرتني شيء. صوتك برغش هلا عن جديد؟ يا لطيف كل برغش عباس عم بتبكيني. عامل تحصينات بالبيت كله معباب. ما في شو هيدا؟ ما هول الموستيكوز عادل بيلطشوا وبيهربوا. موسكيتوز. موسكيتوز مثل كانوا جايين على الموستيك مياو وبيضلوا رايحين. بس شو كل رقص عباس؟ شو حبيبي شي جديد هذا عندي؟ انا بقول لك الحل عندي. من شو؟ ابع البوركوا اللي عندك وخذ نتيجه. هذا بيجيب ريحه بيجيب كمخه. اي بوركوا؟ البوركوا الخشب اللي مركبه بالارض. باركيه. الباركيه بوركوا؟ حط محله بلاطون. واي 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 بلاطون بيحجب كل هاي الروائح ما بيعود بيعمل شيء. بلاطون؟ ايه الحجار شو اسمه؟ بلاطون؟ ليه بلاطون ما هو هذا بيجي مبلط بلاطو منه فيه حجر بلاطون بحطوا له هيك. بس مش حط بلاطون بدي احط باركيه. لك هي حطها انت مثل ما عم بقول لك وخذ عندي انا بعرف لك اثنين ولا احلى من هيك. مين؟ بيشتغلوا فيهم. مين؟ بتنقي انت ما بتعرفوا شو اسمه لريشار؟ ريشار شو بيه؟ ريشار ابضاي. ايه بس ما بتروح لعند هذا البروفيشنال. ايه لجيسكار شو اسمه؟ بروفيشنال بروفيشنال فاشل ما له علاقة لا بالبطون ولا بالخشب ولا بالطريات. بروح عند ريشار. بتروح لعند ريشار الأصلي. ايه بيركب لك اياهم هو.
مثل ما عم اقول لك. بعدين تعال قلها. شوف ايه؟ بدي خبرك شغلة توعدني وعد شرف وحياة عادل وعباس. وحياة عادل وعباس انه بتضل توب سيجارت بيني وبينك. واقف 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 حل عني. شو شو بك بدي خبرك سر؟ توب سيجارت يعني توب سيجارت يا شو قلت اني ليه؟ مطول ها؟ عم طول؟ بلشت تنقهر مني؟ انت بتنقهر مني عادي؟ على شو بدنا نعملها؟ كل عمرك بتنقهر مني بس شوفني طالع طلعت بالانجليزي بتكسر لي مقاديفي. شو المقاديفي؟ شفتك فوق وشفتك تحت العباس. اه والله؟ لانه انا بلبل بالانجليزي وانت ما بتحكي انجليزي. شفتي فوق شفتي تحت؟ بلبل انا دوري. انا دوري؟ ايه. طيب ليك عادي؟ انت عم تعمل هيك عمول هيك. I saw you Jackson. عيب عليك. اه والله.